اعلانات رمضان والماسونية الجزء الثاني والاخير، المشهد الافتتاحي للغراب، والغراب بيدل على المعتقدات الوثنية الاولى واللي هي الموت والشر والمصايب، والعين بتدل على الدجال اللي بيؤمن اتباعه بيها ان هي بتشوف كل حاجة. السفينة اللي عليها الشخصيات هي نفس السفينة الموجودة في مسلسل جزيرة غمام، واللي بتحكي عن شخص باع نفسه للشيطان واستخبى في الجزيرة دي. مثلث السفينة واللي طار له شخصية من الشخصيات، المثلث بيرمز للهرمسية والمحافل السرية. الشبابيك اللي كانت موجودة في السفينة واللي كانت على شكل عيون وبيخرج منها الطفلين، وهم دول الفئة المستهدفة. الحوت وكأنه بقاله قرون عايش، وعلى ظهره هتلاقي ثنايا وتعرجات، والحوت كمان طلع ألوان. الجزيرة كانت متساوية بالمقلوب مع السفينة، وده شكل قديم كان منقوش على اللوحة الزمردية وبيقول كما هو فوق كذلك هو تحت، كما هو فوق كذلك هو تحت. ابن نجاة ابن نجاة. الحوت تحت المية، بص كده على ديله هتلاقي فيه رمز من رموز التنوير وهي الفراشة. وفيها ايه يعني؟ فراشة زي ايه فراشة؟ لا 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 تعالى اقولك، الفراشة في الماسونية بترمز للتحكم في عقول البشر وكيفية السيطرة عليها من خلال التعرض للأشياء يوميا. انت بقى كنت بتشوف الإعلان كل قد ايه؟ كل نص ساعة مثلا؟ برضه ظهور الحوت عين واحدة بشكل جانبي، اكيد مفيش بيني وبينه طار عشان يبصلي عادي. الاناديل كانت بتشكل المنظومة الخماسية على شكل دايرة وفق طقوس الشيطانية. الشجرة بترمز للغابة الحمراء اللي بيؤمن اتباع الدجال بيها على انها الجنة اللي وعدهم بيها. كان ابو عين واحدة ده كان بيرقص وسط دخان من اللون الازرق واللون الاخضر. اللون الازرق كان بيرمز للشعاع اللي من خلاله هيتم التأثير على الناس من خلال تقنية الهولوجرام وابراج الاتصال وتوجيههم نحو دين جديد وهو دين الدجال. انما اللون الاخضر كان بيرمز للقدرات التي اعطاها الله سبحانه وتعالى للدجال. الجزيرة كانت قديمة وعايمة فوق البحر على شكل عرش قديم، والدجال كان فوق الصخرة وعلى يمينه الشجرة وتحت منه الشخصيات. انما الحوت اختفت من على جسمه اثار الالوان واثار القدم بعد ما الجزيرة انفصلت عنه. عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الصياد ماذا ترى، اجاب ابن الصياد انه يرى عرش على الماء، فاجابه الرسول صلى الله عليه وسلم انه عرش ابليس. وبس كده، لو اول مرة تشوفني في الفور يو اعملي فولو، ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات واعملي لايك عشان احنا حابين نعرف اكتر عن